etmek istiyorum ve sözüm sahibine bırakmak istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. في عام 1943 علمني والدي شيئا من اللغة العربية، وبمناسبة هذه الذكرى دخلت إلى معهد الشرقيات بجامعة اسطنبول كطالب كي أطور لغتي العربية، ولم يخطر ببالي في ذلك الوقت أنني سوف أخوض بحار تاريخ العلوم الإسلامية وأنني سوف لن أخرج منه لغاية هذا اليوم. كان معهد الشرقيات في جامعة اسطنبول يدار من قبل المستشرق المشهور هيلمولت ريتر، ومنذ الشهر الأول من محاضراته بدأ يحدثنا عن علم الرياضيات عند المسلمين. رفعت يدي في وقتها وسألته: هل كانت هناك رياضات مهمة في الإسلام؟ نظر إلي المستشرق بحيرة وقال: ظهر عند المسلمين علماء رياضيات بارزون ذاع صيتهم بقدر ما ذاع صيت علماء اليونان والعصور الحديثة وحتى علماء أوروبا. ثم ذكر أسماء لعدد منهم على سبيل المثال، وقد أدهشتني هذه المعلومة ولم أستطع أن أنام في ليلتها. قبل مرور أقل من 20 عاما على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أصبح كامل تراب شبه الجزيرة العربية وأراض من جنوب الأناضول التي كانت خاضعة للبيزنطيين، وكامل الأراضي العراقية وغرب إيران، وكامل تراب مصر جزءا من الدولة الإسلامية الفتية التي نشأت في المدينة. وهذا مهم جدا من ناحية تاريخ العلوم، إذ أصبحت معظم المراكز الثقافية المهمة التي كانت قد أسست في عهد البيزنطيين والساسانيين داخل حدود الدولة الإسلامية، وقد تغيرت ظروف أنشطة منتسبي هذه المراكز الثقافية خصوصا بعد قيام الدولة الأموية عام 41 هجرية. كان التطور بارزا في جميع مجالات علوم العصر في ذلك الوقت، وسوف أقتصر على ذكر علم الكيمياء الذي شهد تطورا في القرن الثاني الهجري الموافق للقرن الثامن الميلادي كمثال مهم على تلك العلوم. ولكن قبل ذلك أود الإشارة إلى حقيقة زاغت عنها الأعين في تاريخ العلوم، وهي حقيقة ستساعدنا على فهم التطور السريع الذي شهد هذا العصر والعصور التي تلت. وهذه الحقيقة هي أن العلوم لم تتوقف تماما بعدما عاشت عصرا ذهبيا حين كانت بيد اليونانيين، بل شهدت هذه العلوم بشكل عام بعضا من التقدم ولو بخطوات صغيرة في المراكز الثقافية التي كانت موجودة في حوض شرق البحر المتوسط، ولكن لم يكن لهذا التقدم حظوظ في أن ينتقل من مركز ثقافي إلى آخر، بل ظل محليا. ولكن بعدما أصبحت بغداد عاصمة للإمبراطورية العباسية صارت مركزا عالميا للعلوم، ولعبت دورا في زيادة تلاقي مجالات العلوم بعضها ببعض، كما أصبحت بغداد مركزا لترجمة كتب بقية ثقافات العالم إلى اللغة العربية. في النصف الأول من القرن التاسع الميلادي دخل معظم مجالات العلوم مرحلة الإبداع بموازاة سير الترجمة بسرعة فائقة، وكان للخليفة العباسي المأمون حظ كبير في تطور العلوم في الربع الأول من هذا القرن، حيث قام بتأسيس أكاديمية علمية في بغداد، واستقدم كتبا يونانية كثيرة عن طريق إرسال رجالاته إلى بيزنطة. كما أسس المأمون مرصدا في بغداد هو الأول في تاريخ علم الفلك، ثم أتبعه بآخر في الشام. وكان المأمون يعمل بنفسه أحيانا مع الفلكيين في هذا المرصد.
حاول المسلمون منذ النصف الأول من القرن العاشر التوجه غربا للوصول إلى السواحل الشرقية لآسيا، وقد جربوا هذا حسب ما نعلم في سواحل إفريقيا أيضا. ومن جهة أخرى قام العرب، ولا أقول الأتراك ولا الإيرانيين لأنهم لم يكونوا بمستوى هذا العمل، برحلة بحرية في عام 1420 للميلاد، عبروا خلالها المحيط الهندي إلى جنوب إفريقيا ومنه إلى شمال إفريقيا، ومن هناك عبروا إلى خليج المكسيك ووصلوا إلى جزر الكاريبي، ومن ثم عادوا مرة أخرى إلى المحيط الهندي. طور المسلمون العلوم التي أخذوها من الثقافات الأخرى، وأوجدوا علوما جديدة، ووضعوا القواعد لبعض العلوم كي تؤسس الأجيال القادمة علومها عليها، كما استطاعوا إيصال إبداعاتهم التي استمرت طوال 800 عام إلى من خلفهم من الأوروبيين. Çok ama sizi çok daha fazla görmeden çok da teşekkür ediyoruz. Ağzınız sağlık, çok sağ olun. Bana çok teşekkür ediyoruz. Gayretler günün anlam ve önemine binaya. İstanbul Valide Sayın Hüseyin Avni Mutlu, Profesör Doktor Sayın Fuat Sezgin'e hediye takip edeceklerdir kendilerini. Hocam çık önümüzden hocam. Ve birkaç cümleyle Sayın Misafir'e sözü veren Mehmet Misafir şeref duyuyorum. Allah da çok tanıdık düşmeye gelen. Böyle fotoğraf mı çekti? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد من أسعد اللحظات والأيام التي عشتها في حياتي أن تحققت لي أمنية رؤية الأستاذ العلامة والباحث والمحقق الدكتور فؤاد سستكين الذي أرنى المكتبة العربية والإسلامية بكتبه وتحقيقاته النافعة التي استفدنا منها واستفاد منها الكثير. هذا الرجل الذي يعتبر مفخرة من مفاخر الأمة الإسلامية ومن مفاخر الشعب التركي الذي أنجب الكثير من الأبطال والعلماء ومنهم الأستاذ الدكتور فؤاد سسكين. وقفت هذا الموقف لأشكره على إنصافه لعلماء الأمة الإسلامية وعلى تفوقهم في العلوم الإنسانية التي أفادوا بها الشرق والغرب وسبقوا بها الكثير بل كل الأمم ولا نبالغ في ذلك، وقد استفادت منها أوروبا والغرب أجمعه، ولكن كان جزاء المسلمين وجزاء بغداد بالذات أن تكافأ بالاحتلال وأن تدمر وأن تهرب وأن تحرق مكاتبها وتهدم متاحفها وتسرق محتوياتها. هذه بغداد التي قدمت للأمة الكثير مما ذكره الأستاذ فؤاد سسكين بكل حيدة وبكل إنصاف وبغيرة المسلم الصادق على تراث أمته، فشكرا له من علماء الأمة الأقدمين وشكرا له من بغداد الرشيد، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.